بودكاست الفكرة وفكرة مع الأستاذ حكمة بعيني على راديو الرابعة. التضحية من أجل الآخرين أمر مهم إلى حد ما، ولكن التضحية من أجل البقاء ولا سيما بقاء الأسرة والعائلة والوطن أمر بغاية الأهمية. من هالمنطلق بيستشهد الأبطال من أجل أهلهم ومجتمعاتهم وأوطانهم، وكما يفعل الأبطال عادة تفعل بعض الأسماك للحفاظ على بيئتها السمكية، يعني بتضحي بنفسها وبتمنح ما تبقى منها لتبقى الجماعة السمكية اللي بتنتمي لألها لتبقى على قيد الحياة. وتؤلف المجتمعات السمكية في بيئة معينة مستوطنات مائية تعيش على نظام غذائي اسمه السلسلة، حيث تلعب السلسلة دور مهم في تحويل الطاقة الشمسية إلى غذاء من خلال نباتات مائية صغيرة بتعيش الأسماك عليها وبتتغذى. ولشدة إخلاص بعض الأسماك لبيئتها المائية أي لوطنها، تموت وتتحلل في قاع تلك المستوطنات لتساهم في بقاء السلسلة. فالهياكل المتحللة اللي بتغذي النباتات المائية تمنح الأسماك طعاما جاهزا وفرصة أخرى للعيش داخل البيئة السمكية نفسها. فعلا إنها أسماك مخلصة حتى الموت، نعم إنها السلسلة المخلصة لحياة الأسماك. انتهت الفكرة. هذه الحلقة مقتبسة من كتاب الفكرة وفكرة.